هو جيمي لما لي واحده كده وفرحني بيها طبعا الاهلي يكسب سكور ازاي الاهلي يقدر يعمل نتيجه كبيره جدا على 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 اوكلاند اه ثلاث طرق يقدر يخترق بيوم دفاعات اوكلاند لانه كل حاجه دفاعيه بيعملها اوكلاند هي خاطئه امم اول حاجه هنتكلم على ارجع لي بقى روح لي بقى لل روح لي للحلقه للحلقه اللي هي كانت بدات شغلناها وقفناها آه فريت اوكلاند بيخترقوا من العمق بشكل ساذج مفيش رقابة في أي شكل من الاشكال التغطية العكسية منعدمه بص يلا بينا آدي واحد مم. آدي البنتريشن في أربعة في خمسة في ستة واقفين سبعة واقفين العشرة جوه أوكلاند الأزرق بس أوكلاند الأزرق آه. أوكلاند الأزرق بيخترقوا من عمق بشكل ساذج بشع في مباراة واثنين وتلاتة فما بالك إن هم بيلعبوا ده على مستوى الدوري النيوزيلندي بالمناسبة ويلينجتون ده المنافس الوحيد ليهم يعني المنافس اللي هو بالأبيض ده ده المنافس الوحيد ليهم بص بص بنتريشن دي حالة طرد وهيكملوا المباراة منقصين نفس القصة بنتريشن من العمق اختراق من العمق بمنتهى السهولة وهنروح ل... هنروح للطريقه الثانيه، الاختراق من العمق، بص ما عندوش أي مشكلة خالص، العمق العمق يسي... متساب، كمل، روح للحالة اللي بعديها، روح للحالة اللي بعديها، نفس الأزمة، نفس ارجع 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 ارجع، يعني واحدة ارجع، ماشي ماشي، كمل، كمل، دي دي دي, دي اللي إحنا جبناها من شوية، دي اللي إحنا جبناها من شوية، اختراق من العمق، مفيش مفيش أدنى مشكلة، روح للحالة اللي بعديها لا لو بلعب هعرف أختارك، روح للحالة اللي بعديها، الحالة اللي بعديها، الحالة <كبرت> اللي اللي بعديها الحاله اللي بعديها الرقابه في العمق بص الرقابه في العمق زي. عامله ازاي بصوا واقفين كام لعيب جوه سبعه بص أوه. الرقابه في الاخر زيرو زيرو لا ارجع تاني ارجع تاني, نجع. ارجع, تاني. لا لا ارجع تاني ارجع تاني ارجع تاني ارجع ده غير الرقابه ارجع تاني للحالات اللي قبلها عشان انا مش عايز الحالات تمشي ران ورا بعضها انا عايز الحاله اللي فاتت نقف عند الحالات انا متقسم يعني انت عايز الحاله اللي قبل دي الحاله عايز الحالات عايز حالات حالات العمق والاختراق من على الاطراف لان هم ثلاث حاجات مختلفين فالعمق الرقابه مش موجوده لا معلش انقل إيه لي بقى الحاله اللي بقى الحاله اللي قبلها ارجع الحاله اللي قبلها تاني مهم يا كريم ثلاث طرق ثلاث طرق بمنتهى البساطه التغطيه العكسيه منعدمه الاربع لعيبه وقت الكوره بيروحوا كلهم على الكوره الطرفين فاضيين اي هجمه بتتعمل عليهم من الاطراف فالملعب لازم يكون مفتوح النادي الاهلي لازم يبقى فاتح الملعب بشكل جيد وهروح اقول لك ليه كولر هم جولوا في ملعبه هم جولوا على الشكل اللي بيلعب بيه الاهلي دلوقتي رقم اتنين التغطيه في العمق منعدمه سواء في الكرات الثابته الكروسات الكرات اللي الكرات اللي من العمق معدومه ثلاثه السبيس اللي, اللي احنا بنسميها زون 14 في السكند بول او بعد تجميع اللعب والنقل المنطقه اللي على حدود ال 18 فاضيه تماما فاضيه تماما هو ده؟ لا ده ده, ده احنا كده بنعيد من الاول ففاضيه آه. تماما المنطقه آه اللي على حدود ال 18 لا انت كده بتعيد انت ثواني ثواني انت كده بتعيد من الاول فدي اللقطه دي عديها وهات اللي بعدها فهم عندهم ثلاث عيوب واحد التغطية العكسية من الظاهرين منعدمة الرقابة في العمق بس أيوة أيوة ارجع لي ارجع لي أيوة هدي هدي بص ارجع لا ارجع بقى ارجع والكروس بتعمل ارجع والكروس بتعمل أسرع شوية ارجع كمان 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 بص يا كريم بص يا كريم كام لعيب كام لعيب من ويلينجتون وقف بقى وقف هنا وقف هنا كام لعيب من, من ويلينجتون جوه ال 18 اثنين في المقابل في اثنين لاينز اربعه واربعه ثمان لعيبه من اوكلاند الكروس هيتعمل للراجل احتفظ نفسه كم كروس اعمل الكروس اعمل الكروس ادي اهو اثنين لعيبه في وسط سبعه الاثنين مش أنا م... سيبك من ان هو نفسه، بنفسه الاثنين لاعيبة متسابين اثنين في وسط سبعه متسابين مفيش ماسك فالرقابه في العمق من عندنا في واحد تالت كمان لوحده هو. اه ما هم آه. اللعيبه مفيش ماسك هم ما آه. عندهمش ماسك لا في العمق ولا على الاطراف يلا آه. روح للحل اللي بعديها اللي بعدها روح للحالة اللي بعديها عشان نوصل للقصه بتاعه زون 14 او المنطقه المتسابه دايما على خط ال 18 روح روح للحاله اللي بعديها على طول انقل الحاله اللي بعديها هاي بالك حالا طيب بص يا كريم بص 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 اهي. كرة طولية بسيطة مباشرة سهلة الراجل رايح انفراد بمنتهى منتهى منتهى البساطة ولي اللي ولي بعده ولي الحاله ولي اللي بعديها دي الحديقة اللي انت بص بص بص, 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 بص. وقف, 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 وقف 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 ارجع واحد اتنين بس 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 وقف وقف وهي مش مبكسلة بس وقف يعني روح كمان فريم بس بيس. بس واحد اثنين ثلاثة أربعة ودي سينما السيارات زي ما أنت شايف أهو أو, <applause> أو قاعدين قاعدين ورا بيتفرجوا ولو الكادر الكادر كان في الفيديو فاتح شوية الناس قاعدة فوق في البيوت بتتفرج فدول ست لعيبة لعيب واحد في وسطهم كريم اللعيب متساب كمل لولا أن هو حطها وحشة جدا طبعا كواليتي قليلة بتاع اللاعب يعني لولا حطها ضعيفة جدا الراجل لوحده بيستلم في وسط ستة ما عندوش أزمة الحلقة اللي بعديها الحلقة اللي بعديها أنا ما أقدرش يعني لو أنا بتفرج على اللي أنت بتقول دوت كمل الحالات بس أنا ما أقدرش أقول المباراة صعبة على الأهلي و لا خالص لا خلص لا خالص ملناش حاله صعبه لا انا بس باكد آه يعني آه طبعاً الكلام طبعاً اللي هو اللي بيتقال دايما الجمل اللي هي ايه هو حذر حذر واجب في كل الاحوال لكن لكن في النهايه وهقول لك ليه الحذر واجب ارجع تاني معلش الكره الثابته ارجع للكره الثابته ارجع للكره الثابته لان هجيب لك واحده شبيهه النادي الاهلي بيعملها دايما على البعيده بالشكل ده والاهلي بياخدها هم واقفين ثمان لعيبه جوه ال 18 واقف جوه ثلاث لعيبه بس ثلاث لعيبه من المنافس من ويلينجتون برده كمل كمل الكروس الكروس كمل 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 اهو لعيب واحد واقف وسط سبعه هو اللي بيطلع ياخد ال... يطلع ياخد ال... التيك اوف بغض النظر على الكواليتي، روح للي بعده اللي بعده جيب لنا بقى الكورتين اللي على أه الحالتين اللي احنا جايبينهم على أه منطقه ال 18 كمل بص يا كريم ووقف اول ما يعمل الباس بس بص يا كريم وقف 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 بص يا كريم الثمان لعيبه هم دخلوا رحلوا على جوه عشان يمسكوا اثنين لعيبه الثمان لعيبه دخلوا جوه ال 18 وسابوا السبيس الراجل هيشوف براحته قدامه فدان 15 يارده ده لو فاول بيشوطه والحكم موقفهم مثبتهم عشان 10 ياردة هيقفوا اقل من كده طيب. كمل الشوطه كمل جول كمل خلاص انت اديته زاويه التصويب كمل كمل طلع له فين طلع له بعد ما الكرة شاطت جول كمل اللي بعده هات الحاله اللي بعديها نفس القصه ما شاء الله الحارس ما بيعملش تراي اصلا اه اه حارس 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 جيد جدا فيه. وعايز اقول لك انه عنده مشكله كبيره جدا جدا في كل حاجه وزنه زايد بالمناسبه يعني انت لو لو الكواليتي طبعا صعبه شويه وزنه زايد جدا بص بص بص, بص ما عملش ترا يعني ما ما فيش هيعمل فين؟ يا سيدي اه اه لا بص اللي بعديها هيعمل تراي عليها بس بس تطلع وقف بص يا كريم بص يا كريم كام لعيب؟ ثلاث لعيبه من الفريق اللي قدامهم سبعه لعيبه من اوكلاند بص بقى خط ال 18 والسبيس اللي احنا لسه جايبينها من شويه كمل 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 هيكمل يلا 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 بمنتهى البساطه بمنتهى البساطه مم. لا بياخدوا السكند بول لا في الثابته ولا في المتحركه السبيس على ال 18 إيه مفتوح إيه إيه لا ارجع تاني ارجع تاني ارجع تاني انا عايز اشوف الجول ده عاجبني شكله عاجبني هو في الخروج كارثي كمان يعني لما بياخد قرار الخروج من جونه كارثي لا لا. لا لا ده لسه ده لوحده يا جماعه ده لسه ده لوحده ده لسه ده لوحده لا ده دي لسه دا 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 في الحالات الهجوميه بيشتغلوا ازاي ده الجون ده ليهم هم الجون ليهم هم ارجع على اللي فاتت ووقف ثلاث حلقات ثلاث طرق يا كريم ثلاث طرق أوه. الاهلي يقدر يعمل سكور على اوكلاند بالثلاث طرق دول الاختراق من العمق ولما نيجي للاهلي نقول الاهلي يلعب ازاي هوريك الاهلي الاهلي بيعمل تبكالي الثلاث حاجات دول في المباريات اللي فاتت أي. بيفتح الملعب ازاي بمين أي. بيخترق من العمق بمين وبيشتغل على الخط ال 13 طيب خش على الحالات الهجوميه بسرعه عشان خاطر اروح لابراهيم لنقطه مهمه قبل ما نقفل اوكلاند ونروح للاهلي الحالات الهجوميه الحالات الهجومية بتاعتهم أوه. طيب دي طرق تنفيذ اوكلاند للكرات الثابتة هو بينفذ الكرة ازاي شبه مين ووقف وقف هنا وقف هنا بص دي تفكرك بمين ولسه م. متسجلة في النادي الاهلي قريب ماتش السيراميكا سيراميكا كليوباترا كابتن احمد سامي نفس الستايل في لا في اثنين لعيبه بيروحوا يقفوا, يقفوا يقفلوا على آآ آآ حارس المرمى واللعيب اللي عمل التيك اوف ده اللعيب اللي بيروح يحجز قدام المدافع دايما اللعيب اللي بيروح يحجز قدام المدافع كان لعيب اسمه بير بالمناسبه اللعيب ده اعتزل من 26 يوم وبقى في لعيب ثاني اسمه بوكس هو اللي بيلعب مكانه سنتر باك السنتر باك هو اللي بيطلع يحجز علشان يطلع على القريبه وفي اثنين واقفين قدام حارس المرمى فنفس الطريقه اللي اتسجلت في النادي الاهلي مباراه سيراميكا دي الطريقه اللي بيلعبوا بيها الكرات الثابته على العارضه القريبه روح لي بقى للطريقه الهجوميه بتاعت يلا للطريقه الهجوميه خلاص دي دي هدف وبالمناسبه لعيب سجل في مرمى اللاعب رقم خمسة اللي بيقطع قدام المدافع القريبه ده اسمه بيرلانجي اعتزل ومكانه لعيب اسمه بوكسل بينفذ الكروسز بنفس الطريقه بص بقى كريم طريقة الهجوميه علشان انت الاصعب انك تطلع الفرقه دي وهم بيهاجموا ازاي مش الاصعب انك تطلع لهم مشاكلهم الدفاعيه الفرقه دي بيعتمدوا على لعيب الفولس ناين اللاعب الفولس ناين وأوقفك عند المهاجم لان في حاجه طريفه جدا جدا ارجع ارجع شويه واحنا قاعدين بندور أوه. بندور طبعا الفرقه دي يعني بقالنا اربع ايام بندور لهم على حاجه فقعدت ادور كده لقيت حاجه غريبه جدا المهاجم التاريخي واللعيب التاريخي واللي موجود في الفرقه دي لاعب الاهلي ثلاث مرات للاسف هي ذكرى سيئه للنادي الاهلي لانه كان بيلعب فين بقى؟ اه لما اقول لك ذكرى سيئه بيلعب فين؟ بعيد عن نيوزيلندا خالص في المكسيك؟ لا ما تشوف دماغك راحت هناك برضه اه رحت باتشيكو, باتشيكو. لا بيلعب في سانداونز بيلعب في وتدرب تحت قياده مدرب النادي الاهلي السابق بيتسو موسيماني نجيب بقى الكورتين بتوعه بي... ال... قبل نروح للحالات الهجوميه نجيب الكورتين بتوعه الهدف اخر هدف سجله مع أه... أوكلين والهدف اللي سجله الراجل ده هو الهداف التاريخي بتاعهم مسام في 190 جول 100 وده المهاجم الاساسي بتاعهم 190 جول في 193 مباراه طول. ارجنتيني آه. اميليانو تود أه... 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 اهو ده الجول اللي جابه مع سان داونز كمل وكان بيقود الفريق في موسم 19 20 بيتسو موسيماني المدرب السابق للنادي الاهلي دائما اللي انا راجل ارجنتيني 34 سنه ده موسم 19 20 واخر هدف سجله روح بقى للهدف الثاني بتاعه على طول عشان نكسب وقت الهدف الثاني اللي سجله كان مع ويلينجتون في 23 ديسمبر الماضي روح بقى خلاص يعني روح للحاله اللي بعديها اخر هدف سجله برضو ايميلانا انا ال ده المهاجم التاريخي بتاع الفريق يا كريم لعب 10 سنين مع الفريق ده رغم هو مش كابتن الفريق يعني لعب 10 سنين مع الفريق ده وده الجول الثاني اللي هيجيبه برضو مع اوكلاند مهاجم عنده خبرات كبيره لكن برضو بنتكلم على كواليتي اوكلاند يعني مم. بنتكلم على كواليتي اوكلاند نرجع تاني بقى الحلقة. ما يقلقش يعني هو احسن داونز تجربته كانت ناجحه وكانت افضل شيء يعني لعب 11 مم. مباراه بس لكن هو تدرب واشتغل كتير مع بيتشو موسيماني واداله 11 مباراه رغم ان هو كان رايح في نص السيزون اداله 11 مباراه من 30 مباراه لكن اللاعب أيه. سجل هدفين أيه. مع سان داونز الطريقه يعني. الطريق الهجوميه آه. الطريقه الهجوميه قبل ما بتروح الاهلي يعني الطريقه الهجوميه بتاعت اوكلاند بيعتمدوا بمنتهى البساطه على كل اللعيبه اللي بتشتغل من تحت بنتكلم مم. على رايان ديفريز ده المهاجم الاساسي رقم 11 لعيب نيوزلندي لعيب نيوزلندي جنوب افريقي مم. رايان دفريز اللعيب الثاني هو مليان تودا اللي احنا اتكلمنا عليه ده شغل معاه فولس ناين والاعتماد على الثلاثه اللي بيجوا من وسط الملعب سواء آآ آآ لعيب ماريان رقم 10 لعيب بشعر كده شبه حنا باع المجبري انت هتشوف في الماتش نفس الشعر نفس التحركات نفس الجسم اللعيب اللي بيجي من وسط الملعب عندهم لعيب كوري نيوزيلندي اسمه جولي لعب برضه متحرك وبيسجل كتير مع فرقه اوكلاند بيعتمدوا على التحركات بتاعه الثلاثي بيلعبوا 4 3 3 عندهم هويسن كابتن الفريق في وسط الملعب هو اللي بيعمل كل الاسيستس هو اللي بيشتغل في وسط الملعب هو اللي بيبني لهم الهجمه من العمق بيعتمدوا على الثلاثه اللي موجودين سواء الوينجين هم بيعتمدوا بشكل اكتر بينزل راس الحربه دايما شغل واحنا بنتكلم شغل الحالات الهجوميه بتاعته واحنا بنتكلم راس الحربه سواء رايان سواء راين دي فريز اللي هو رقم 11 او ايميليانو تود رقم 20 هم اللي بينزلوا يشتغلوا تحت مع مانيك اللعيب رقم 10 اللي انا بقول ابو شعر مميز ده ده لعيب مهاري جدا وهو اللي بيشتغل في الصناعه واخيرا اللعيب الكوري جولي لعيب مميز جدا جدا وهو اللي موجود معاهم من السنه اللي فاتت جولي بيشتغل معاهم بشكل كويس قوي على صعيد الجناح الايمن او وسط الملعب في النهايه هو فريق ما يخوفش لكن دايما هتلاقي ان اللعيب الفولس ناين ده المهاجم بينزل تحت علشان يفضي ليه الاجنحه فحذاري من الخطوره البسيطه اللي بتعملوها وطريقه الضغط العالي ده الفيرود ابتدى يضغط هيضغط مكمل وراه معاك اللعيب رقم 10 هو اللعيب اللي بيضغط دايما عشان يبتدي يعمل اساس دي مباراه ويلينجتون هم سجلوا الهدف رايند فريز ده اللعيب رقم 11 المباراه دي ما كانش بيلعبها يا تود فاللي الاهلي يقلق منه التحركات اللعيبه عندهم خفاف الحركه ما بنتكلمش على هاي كواليتي لكن بنتكلم على الخفه في الحركه الثلاثه اللي تحت الفيرود الجناحين وبيعملوا البنتريشن دايما الفيرود بيعمل ايه بينزل تحت عشان يسحب معاه السنتر باك ويفضي سبيس في المنطقه الدفاعيه للنادي الاهلي